معانا عبر الهاتف الآن الكابتن وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة المنتخب في الكويت. يا كابتن وليد، مشرف ومنور كالعادة. ربنا يخليك، متشكر يا استاذ كريم. طمنا بقى على حال البعثة، وانا عارف ان الاجواء عندكم اجواء عظيمة جدا. هو زي ما انت بتقول كده، فعلا الاجواء عظيمة جدا. يعني كل الترحيب من الاخوة الكويتيين، كل المسؤولين هنا، يعني مش عايز اقول لك احنا اللي بنطلبه بيجي لنا في لحظه، سواء ملعب تدريب، سواء حاجات خاصه بالفرقه، كل حاجه موفرين لنا كل سبل الراحه والتجهيز للمنتخب. عشان يعني مش عايز اقول لك بيشجعونا كمان، يعني صحيح. طبعا بيشجعونا. عظيم عظيم. طيب انا عايز اسالك على مروان حمدي، ان شاء الله يبقى موجود في الكويت امتى؟ ينضم للمعسكر امتى؟ ان شاء الله يكون موجود بكره الصبح باذن الله. باذن الله. عمر مرموش كان الاخبار اللي وارده من المعسكر انه ممكن يلحق المباراه، وتفاجانا بالليل ببيان اتحاد الكوره ان عمر مرموش لن يلحق بالمباراه. التواصل بينكم وبين فولفسبورج حول اصابه عمر مرموش، ايه هي حجم الاصابه بالظبط وحجم الغياب؟ لا، هي دي جزء طبي اكتر. دكتور محمد ابو العيله كان بيتواصل مع عمر ومع الدكتور بتاع النادي بتاعه، وعرف الحاله، حاله الاصابه بالظبط، واللي على اساسها قرر انه مش هينفع ان هو يلحق المباراه، وبالتالي بلغ المدير الفني، والمدير الفني قرر يستدعي مروان. والنادي الالماني بعت لكم يعني تقرير حول حاله عمر مرموش؟ طيب، تقارير طبيه بقى متبادله ما بين دكتور ابو العيله ودكتور النادي بتاع عمر. عظيم جدا. بالنسبه عرفت برضو ان كان في استقبال خاص لمحمد صلاح وقت وصوله الى بعثه المنتخب. بص، طبعا انت عارف محمد صلاح نجم عالمي، وزي ما بنقول عليه فخر العرب، فبما ان هو في زياره لدوله شقيقه عربيه، مش عايز اقول لك ان الكويت كلها يعني كانت عايزه تطلع، ويعني عملنا كل الاجراءات الممكنه ان احنا بس يعني لو الناس كلها عرفت ميعاده ومكان المطار هيتقفل. فالحمد لله، ربنا يكرمه دايما ويفضل كده مشرفنا، وهيبقى موجود ان شاء الله معانا في المباراه الجايه. عظيم جدا. بالنسبه للحضور الجماهيري، متوقع ان المدرجات تمتلئ عن اخرها، التذاكر خلصت؟ بص، انا مش متابع قصه التذاكر، انا مع الشركه المنظمه، انما نسبه كبيره منها جدا خلصت. لان حتى واحنا بنبقى في متواجدين في الفندق او في الشارع او كده، الناس بتقول لنا ان التذاكر خلصت ومش لاقيينها وساعدونا وحاجات كده. فواضح ان التذاكر نسبه كبيره منها كمان خلصت. طيب، باعت يعني. طيب كابتن وليد، من الحاجات المهمه جدا انه في كتير من الاتحادات او من الاجهزه الفنيه للمنتخبات يقول لك لا، ما تلعبش مواجهات كبيرة عشان الجماهير بتغضب وبتزعل والأمور اللي زي دي. بالنسبة لاتحاد الكرة وانت بتمثله، بالنسبة لفيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، شايفين مواجهة بلجيكا دي ازاي؟ بص يا كابتن كريم، انت كل ما هتلعب مع فرقة ضعيفة هتفضل على نفس مستواك، او هتبقى هو ده مستواك. ما بتلعب مع فرقة قوية، انت بتحتاج بتدي لعيبتك الخبرات اللازمة، مستواك بيعلى على قد الفرق اللي انت بتواجهها. فلما تيجي النهارده في مواجهه زي دي، انت بتلاعب فرقه مصنفه الثانيه او الثالثه على العالم وانت بتواجهها. الحقيقه مستر فيتوريا لما اتعرض علينا المباراه وعرضنا عليه، وافق بسرعه شديده جدا، وقال نلعب. احنا ليه ما نلعبش الفرق الكبيره؟ احنا لعبتنا مش قليله، خطوطنا تجابه خطوط بلجيكا بشكل قوي جدا، ان شاء الله تبقى مباراة قوية. عظيم. ده كلام محترم جدا يا كابتن وليد، وان شاء الله باذن الله منتخبنا الوطني يحقق او يعمل نتيجة محترمة او اداء محترم. انا بالنسبة لي اداء محترم قبل النتيجة كمان. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.